لدى تفضل سموه برعاية حفل توزيع جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن تكريم الصحافة ومبدعيها ونخبها مستحق، والجائزة هي أقل كلمة شكر تقال في حق من عمل وبذل وتحمل مسؤوليته الصحفية ورسالة الصحافة السامية. وقال سموه إن تكريم الصحافة حدث بحريني سنوي نحاول من خلاله رد بعض من جميل الصحافة في خدمة المجتمع والوطن. وأضاف سموه نهنئ الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة، وأن مقاييس الجائزة إن أهلت من فاز بها اليوم فإن مقاييسنا تجعل كل صحفي وصاحب قلم مسخر لخدمة وطنه وأمته فائزا بهذه الجائزة ومحل تقديرنا واعتزازنا الدائمين. وقال سموه أن إيمان جلالة الملك المفدى بأهمية دور الصحافة والإعلام فتح المجال واسعا أمام الصحافة للانطلاق والتقدم والنهوض بدورها البناء في خدمة المجتمع لتجسد ما تنعم به مملكة البحرين من مستوى راق من حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور المملكة. وقال سموه إن الصحافة هي قرين لكل تطور اقتصادي وسياسي ناجح، وهي انعكاس لواقع الحريات الذي يزدهر بفضله فضاء الإبداع. وبهذه المناسبة هنأ سموه الكتاب والصحفيين الفائزين بحصولهم على الجائزة، مشيدا بما قدموه من نتاج يتميز بمستوى عال من الحرفية والجودة، متمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية. وأكد سموه أن الاحتفاء بالصحافة الوطنية هو تقدير لكل هؤلاء الذين سعوا لحمل أمانة الكلمة والنهوض بمسؤولياتها في تنوير الرأي العام وخدمة المجتمع والحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وشدد سموه على أن مسيرة الصحافة البحرينية وإنجازات أجيالها من الكتاب والصحفيين تبعث على الفخر والاعتزاز بما أرسوه من نهج ثابت في الحفاظ على أمانة الكلمة والتمسك بأخلاقيات الصحافة ورسالتها النبيلة التي تعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأشاد سموه بما يتمتع به رجال الصحافة والإعلام من حس إبداعي متميز يتسم بالعمق والموضوعية. وقال سموه أننا نلاحظ بإيجابية التطور الحاصل في صحافتنا المحلية وقدرتها على مواكبة روح العصر وتطوراته التقنية. وأكد سموه أن التطور الذي تشهده الصحافة البحرينية هو نتاج مسيرة ممتدة وجهد متواصل لأجيال متعاقبة من رواد العمل الصحفي الذين أسهموا بأقلامهم الحرة والنزيهة وحسهم الوطني العالي في إضفاء روح الإبداع والتجديد في العمل الصحفي حتى وصلت إلى مستويات متقدمة إقليميا وعالميا. وقال سموه إن عطاءات الرواد من رجال الصحافة تمثل معينا خصبا للشباب للسير على خطاهم في التصدي لكل ما يشق الصف الوطني من خلال التركيز على القيم والقواسم المشتركة التي تربط بين أبناء المجتمع. وشدد سموه على أهمية مواصلة رجال الصحافة لدورهم في إيضاح الحقائق للرأي العام وتبيان ما تواجهه المملكة من تحديات، مؤكدا سموه أن المواقف الثابتة للصحافة الوطنية نجحت في تنوير الرأي العام وكشف الأدوار المشبوهة التي تمارس لحرف الحقائق ونشر المغالطات بهدف تقويض الأمن والاستقرار وبث الفرقة في المجتمع. وأضاف سموه أن ميدان العمل الصحفي قدم أروع الصور في الوقوف سدا منيعا في وجه الحملات المغرضة التي استهدفت تقويض أمن الوطن واستقراره، وشكل فضاء واسعا للتعبير والرأي الحر الذي يستنهض الطاقات ويوجهها لدفع حركة النهضة الحضارية الشاملة في المملكة. رميحي وزير شؤون الإعلام لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. الحرب أولها كلام، وأنتم كنتم وما زلتم الخط الأول المدافع عن الوطن والمواطن. إن مواقف صحافتنا الوطنية تجاه الوطن والمواطن وخليجنا العربي والحفاظ على جبهتنا الداخلية له دين سوف تشكركم عليه الأجيال القادمة. ما حدث خلال السنوات الأخيرة ليس عبثاً ولا مصادفة، فما زلنا نعاني من خلط للأوراق، وما زال هناك من ينظر لهذه المنطقة من خلال تقارير لمراكز رأي ودراسات. هذه المراكز التي لم تتوقع فوز الرئيس الأمريكي، المراكز لم تتوقع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، المراكز التي تقول أن 50% من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وهمية،
نفسها المراكز التي تبث تقارير خاطئة عن البحرين من خلال ما يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل إلكترونية بعناوين وهمية. قد تكون محاولات فاشلة لتشويه سمعة بلادنا، هذا ما كنا نعاني منه خلال سنوات، ومن ثم بدأت دول أخرى تعاني منه. فكنا القلعة التي تكسرت أمامها الكثير من أوهام ومخططات، فشلت لفشل من خطط ومول وبالخيانة معها تعامل، فشلت لوجود رجال ونساء أرخصوا أرواحهم لتبقى البحرين. إن من التجأ لمنظمات ودول خارجية لم يحصل على احترامها، ولفظته أرض ظنته أحد أبنائها. البحرين ودول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة، أدام الله عزها لخدمة الإسلام والمسلمين، كانت هذه الدول وما زالت مستهدفة في دينها وعروبتها، فكان أبناؤها وأبناء الخليج العربي هم الحصن الحصين. فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. إن العلاقة بين سموكم والصحافة علاقات غير عادية من قارئ غير عادي يؤمن بالصحافة والكلمة ويعي مفهومها وأبعادها، وهو يعتبر الصحفيين وكتاب الأعمدة خط الدفاع الأول، ويرى إنهم مفاتيح فهم الشعور الوطني تجاه مختلف الأمور، وإن دورهم لا ينحصر في التنبيه إلى النواقص والأخطاء. لذا فإن سموه يعلي من شأن الصحفيين ويقدرهم ويطمئن على الوطن بوجودهم. يقول سموه معلقاً على قيمة الصحافة: إنها صوت قوي في الدفاع عن قضايا الوطن، وإن تكريم الصحفيين غيظ من فيض عطاؤهم من أجل الوطن. لذلك قال إن مهمة تشكيل الوعي المجتمعي ليست المشكلة الهينة، وإنما تحتاج إلى تبين بالصحافة والإعلام مع ووسائل التواصل الأخرى جملة من القيم التي تسهم في توجيه الطاقات إلى كل ما يعزز التماسك المجتمعي. اسمحوا لي يا صاحب السمو أن أقتبس من أقوالكم المأثورة بأن فخركم ليس له حد بالصحافة البحرينية، فأقول نيابة عن زملائي بأن هذا لسان حالنا، فنحن من نفخر بكم ونعتز بما تمنحوننا دوما من قوة وعزم وإسناد لبلوغ أعلى الذرف البذل والعطاء من أجل الوطن. فنتاجا لتوجيهاتكم أصبحت الصحافة البحرينية اليوم تمتلك ذات السلطة الرقابية مع البرلمان في الرقابة على الأداء الحكومي، فهي تراقب وتسأل في إطار المسؤولية والشراكة في العمل التي كرستموها سموكم كنهج جعل الصحافة تحلق في سماء الحرية والديمقراطية. صاحب السمو، إذا كان للصحافة العالمية يوم واحد في العام تحتفل به، فإن الصحافة البحرينية تعيش أعياد مستمرة. أنتم من يقد الشموع فرحها لما تلقاه من دعم وإشادة دائمين من سموكم. يدخل في وقاره وهيبته على فرسان صاحبة الجلالة، أحييهم بكل حب واحترام وتقدير. يدنو منهم كما يدنو السحاب من الشجر، يعرف فيهم نظرة الولاء إلى الكلمة الصادقة، فيخضر الطريق رفعة لشأن الوطن. نعود إلى أفضل إشراقة على وجه الصحافة البحرينية لتلتقي كفوف أهل الحرف بكف راعي الكلمة الحرة المسؤولة. لم يكن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالصحافة والحركة الإعلامية في البحرين أمراً طارئاً، بل إن ذلك الاهتمام ترعرع في كنف الدولة الحديثة، إذ توجه سموه بنظره إلى أهمية وجود صحافة تنقل صوت الشارع كما تنقل صوت الحكم، لإيمانه التام بأنه لا توجد تنمية أو تطوير في الحياة العامة دون صحافة تكون بمثابة عين الرقيب على العملية التنموية. وظيفتها إهداء العيوب لتلافيها، وفي الوقت ذاته تكون بمثابة عين الرضا الكليلة عن كل عيب،
ما يجعلها رمانة الميزان في مسيرة البلاد نحو الرفعة والسمو. يرى صاحب السمو الأمير الرئيس في الكلمة والصورة مرآة للمجتمع، سواء كانت تلك المرآة تستند على الحائط الحكومي أو تقف على الأساس الأهلي، فهو لا يرى فرقاً كبيراً بين كلا الاتجاهين، فهما عينان نضاختان بالمعرفة والمسؤولية، ما جعل الإعلام الرسمي يهنأ في مساحة أوسع من الحرية، وفتح المجال أمام الإعلام الأهلي بتذوق لذة الحرية المسؤولة. للأمير الرئيس كلمته المتواترة عنه كلما اجتمع بالصحفيين والكتاب والإعلاميين، الحث على الكتابة بحرية والدفع باتجاه عدم التغاضي عن أي تقصير، بل زاد على ذلك بأنه أكد الرؤية الثاقبة لبواطن الأمور من خلال سطور ما يكتبه الصحفيون. في مجلس سموه العامر لا يغيب فرسان الصحافة أبداً، فسموه يأنس إلى قربهم ويسمع إلى رأيهم ويرى فيهم انعكاساً لا شية فيه للشارع البحريني بأفراحه وأتراحه، بإنجازاته وهمومه. ولذا فعندما يرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه ضرورة تكريم الصحفيين، فهو يرى في ذلك تكريماً للبحرين أجمع. الأمير الرئيس أدرك أهمية الصحافة إلى درجة العشق، لذا تجده يهيم حباً في أحرفها، يثني على هذا ويعاتب ذاك عتاب المحب، وابتسامته لا تفارق محياه عندما يتبادل مع الصحفيين اللقاءات المستمرة، كما لا يفارقه الجد عندما يستمع إلى الصحافة وهي تنقل إليه ما تراه في الشارع. سموه يهتم بأدق تفاصيل حياة الحرف، حتى الورق له معه حكاية، فما بالك إذا كان هذا الحرف هو الابن البار لصاحبة الجلالة. الأمير الرئيس آمن بضرورة المنافسة لأنها تشحذ الهمم وتصقل الموهبة وتدفع نحو الأفضل دائما، ولذا فهو يدعم مسابقة تعد هي الأبرز بين المسابقات الفكرية، تتشرف بحمل اسم سموه لتكون العنوان الأبرز بمثابة المانشيت الصحفي على صفحات تاريخ الصحافة البحرينية، هي جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، والتي انطلقت إيماناً بما للصحافة من أهمية قصوى كمنبر حر ومسؤول. تأتي جائزة خليفة بن سلمان للصحافة في سياق حرص وزارة شؤون الإعلام على دعم وتشجيع كل ما يخدم الصحافة الوطنية من حيث الشكل والمضمون، إدراكاً منها لأهمية التأثير الإيجابي للكلمة النزيهة الحرة على توعية الرأي العام، بضرورة المحافظة على الإنجازات والمكتسبات الوطنية بما يحقق مصالح الوطن ويلبي طموحات المواطنين. هذه الجائزة تأتي في سياق التعامل البناء مع الجسم الصحفي البحريني في ظل المواءمة بين توسيع نطاق الحرية إلى أكبر حد ممكن مع المحافظة على الثوابت والتوازنات التي تحكم المجتمع، وهذا ما يؤمن به صاحب السمو الأمير الرئيس. اليوم تلتقي الصحافة بتاريخها العريض مع الحكمة بتاريخها الناصع، يتمازجان في انسجام حي لتتعانق الأيدي مع كأس من شرف يناله القلم. الفائز بجائزة أفضل مقال صحفي، فاز فيها السيد زهرة من صحيفة أخبار الخليج. الفائز بجائزة أفضل تحقيق صحفي، فازت فيها السيدة زهراء حبيب، ويتسلمها بالنيابة
السيد يوسف البن خليل رئيس تحرير صحيفة الوطن، الفائز بجائزة أفضل حوار صحفي، فاز فيها سيد أحمد رضا من صحيفة الأيام، الفائز بجائزة أفضل صورة صحفية، فاز فيها خليل إبراهيم من صحيفة البلاد. يتشرف الآن الفائز. وقد أعرب جمع من الصحفيين عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يخص به أبنائه الصحفيين والإعلاميين من اهتمام متواصل، معبرين عن امتنانهم البالغ لحرص سموه شخصيا على تكريم الصحفيين ومشاركتهم الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية عبر تخصيص جائزة سنوية للصحافة تكريما للأعمال المتميزة في فنون الصحافة، مشيدين بما تشكله الجائزة من حافز كبير للإبداع في العمل الصحفي. وأكدوا أن تواجد سموه بينهم في هذه المناسبة هو أكبر جائزة تحظى بها الصحافة البحرينية، مشيدين بدعم سموه الكبير لرجال الصحافة والإعلام وحرص سموه على تطوير العمل الصحفي وتمكينهم من أداء رسالتهم في خدمة الوطن. السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر راعي الحفل حفظه الله ورعاه، وهي عبارة عن صورة التقطت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر مع شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه أثناء زيارة سموهما إلى العاصمة البريطانية لندن في عام 1958. تعبير متجدد من احترام وتقدير للصحافة ودورها الوطني البارز في ترجمة الصورة الحقيقية للمملكة وما تشهده من تقدم في شتى المجالات. جائزة الأمير خليفة بن سلمان للصحافة يطل سناها هذا العام لتؤكد دائما لما للصحافة من مكسب وطني وبرهان صادق على مدى اهتمام البحرين بالعمل الكبير الذي يقوم به الصحفيون بالمملكة. كل الأمم تفتخر بهويتها الوطنية، والبحرين بلد ذو تاريخ وحضارة وريادة، فلنحافظ على وحدتنا الوطنية بهويتنا البحرينية الأصيلة التي تستحق أن نفتخر بها، فلنفتخر بعروبتنا وبخليجنا العربي. البحرين ذات خصوصية وهوية متميزة، ولنا تجربتنا السياسية الخاصة بنا، وما زال هناك من يحاول أن يصدر لنا تجارب ممسوخة تحت مسميات مختلفة، فلنقف لها بحزم ونحافظ على هويتنا ووحدتنا الوطنية بنوايا صادقة محبة لهذه الأرض. الصحافة البحرينية ماضية في أداء رسالتها المتطورة بتوفير الحماية الدستورية والقانونية لحرية الرأي والتعبير من قبل القيادة الرشيدة وتشجيعها الدائم للاستثمار في العنصر البشري. مبارك للذين فازوا بجائزة خليفة بن سلمان الصحفيين، اللي هو عبارة عن أفضل عامل صحفي، أفضل تحقيق صحفي، أفضل حوار صحفي، وأفضل صورة صحفية. هذا اليوم إحنا كصحفيين يعنينا الكثير. هذا اليوم أيضا يجب أن نقف مع أنفسنا ونراجع ماذا قدمنا وماذا سنقدم في الصحافة الوطنية. الصحافة الوطنية صحافة في مملكة البحرين لها تاريخ وطني مشرف، وإحنا يعني كصحفيين يجب أن نحافظ على هذا التاريخ الجميل ونستمر فيه للعطاء للأجيال القادمة. لا شك أن الاهتمام الكبير من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين على المشاركة في هذه الجائزة
يعد تأكيدا لدورهم الجوهري في بناء الوطن، لا سيما أن الجائزة تعبر عن واقع الصحافة البحرينية التي مر على تأسيسها أكثر من 80 عاما. صحافة البحرين قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام. كتاب في صحافة البحرين لعبوا دور أساسي حاسم في الدفاع عن الوطن في الأوقات الصعبة وفي كل الأوقات. وأنا أظن أن هذه الجائزة، جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، أحد أكبر العوامل التي ستحفز الكتاب والصحفيين في كل صحف البحرين على مزيد من الإجادة، مزيد من العمل الوطني في خدمة الوطن. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني فزت بالمركز الأول في جائزة الصورة الصحفية، وهذا يعني إنجاز يشرفني والحمد لله يعني. وأشكر طبعا الداعمين اللي في صحيفة البلاد برئاسة رئيس التحرير الأستاذ مونس المردي، وإن شاء الله هذه يعني خطوة تعطينا دافع للأمام إن شاء الله أن احنا نقدم مزيد من الإنجازات إن شاء الله في الأعوام المقبلة. ما هذه الجائزة إلا ثمرة من ثمار مواكبة الإصلاحات المتلاحقة في سبيل تحديث المجتمع وتقدمه والدفاع عن وحدته الوطنية وإنجازاته التنموية والحضارية. جائزة تأتي إدراكا من القيادة الرشيدة لأهمية التأثير الإيجابي على توعية الرأي العام للكلمة الحرة الصادقة والنزيهة، بضرورة الحفاظ على المنجزات الوطنية والمكتسبات الحضارية بما يلبي طموحات الوطن والمواطن في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة بمملكة البحرين على الأصعدة كافة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.